طيب الترابي في مجلة الدستور العدد 30 من 22 إلى 28 يوليو سنة 2000 قبل 17 سنة. دي كان الفترة بين الترابي 2016 اللي قريناها قبل شوية وبين الترابي 1998. أها في النص ترابي كان شنو؟ قال دكتور الترابي يطرح أفكاره المثيرة للجدل. أولا، من حق المرأة أن تكون لها الكلمة الأولى والأخيرة، يعني في البيت كلمة الأولى والأخيرة للمرأة. هسه ده ما ظلم للرجل؟ إنتوا مش قلتوا الكلمة الأولى والأخيرة عند الرجل في البيت الرجال قوامون على النساء؟ قلتوا ده ظلم. قال الشعبيين اتصلوا على صاحب الساون، يا تنزل الساون يا بنكسر لك رسالة لبتاع الساون، إذا كسروه بنديك سعره كاش. انتهى. رسالة إلى الطلاب، اثبتوا دفاعا عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالة إلى الشعبيين، جربوا جربوا. شغل ده محروز بفضل الله عز وجل. في ناس شبات موزعين، والله تمد ضنبك نقطع ونقطع حاجات تانية وضنينك يا شعبي يا بليد. ها كده 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 قال له تكبير يا اخوانا. جرب جرب يا شعبي، جرب تعال. جرب جرب. طيب قال من حق المرأة أن تكون، وبعدين بعدين الشعبي لما معناته شغلة مالها كتمت ولا ما هو كده؟ شغلة دي كتمت في ولسه والله أطعن. أنت عارف مذكرة التفاهم السرية مع البليد ذاك الكافر جون قرن أهو دي جبتها؟ أنت عارف المعلومة دي؟ أهو دي قاعدة؟ دي لو قريت الطلبة دي الكذب يكفروك، حتى الشاك في كفرك يا شعبي يا بليد بكفرك. ما بقول بليد، بقول كافر بليد. أهو دي قاعدة؟ عرفت كلامه ولا ما عرفته؟ لسه لسه. وفي شنطتين يعني حديد فيهم وسائغ وفيهم حاجات تانية، جرب بس خليه ده. طيب قال من حق المرأة، أي أحد عرس هناك محل محل الكوبيس أصل دي حركات الكيزان من بدري، هو قال لك أكلنا أموال الشعب ما ياكل الكهرباء كيف؟ قال من حق المرأة أن تكون لها الكلمة الأولى، من حق المرأة أن تكون لها الكلمة الأولى والأخيرة، والحور العين هن نساء الدنيا. قال الحور العين ديل نسوان الدنيا ذات ناس اخوات مسيبة، ديل الحور العين. اهو ده الكلام في الصفحة رقم، الصفحة رقم 7. شفت كيف؟ والله الذي لا اله غيره ما جينا ندعو طالب منكم لحزب او جماعة، جينا ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشعب المجرم ده امبارح قال تجربة الرسول، يعني جعل دين الرسول عليه الصلاة والسلام مجرد شنو؟ تجربة، مجرد تجربة من التجارب. أول حاجة دين الإسلام، الكتب ده ما تهبشها، دين الإسلام عليك الله خليه، دين الإسلام، دين الإسلام ده ما تجربة، ودين النبي محمد عليه الصلاة والسلام ده ما تجربة، ده دين نزل من السماء. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أي إنسان يصف الإسلام أو يصف دين النبي عليه الصلاة والسلام بأنه تجربة ده كفر. ليه؟ لأنه أول حاجة، أول شيء الزول اللي بيقول دين الرسول تجربة، معروف ان التجربة قد تصيب وقد شنو يا جماعة؟ وقد تخيب. فده قصد الشعب الترابي، ده قصده انه تجربة النبي عليه الصلاة والسلام فاشلة. عشان كده في نفس كلام شعبي بتاع اول امبارح ده تبع الترابي، في نفس كلامه قال المفروض نستفيد من اليهود، ذم دين الرسول عليه الصلاة والسلام وطعن في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومشى بإغاثة مدح دين اليهود. واحد اثنين، مشى بغادي مدح المنافقين، قال عن المنافقين شنو؟ شوف الكلام ده، قال زمان علمونا كلام ساي ساي ساي، انه آية المنافق 4 وآية المنافق 3، وقال ده كلام ساكت. قال يا جماعة، قال الجماعة ديل كانوا كتلة سياسية ما راضية بتجربة الرسول عليه الصلاة والسلام في السلطة، في السلطة ما راضية بتجربة الرسول صلى الله عليه وسلم في السلطة.
شفت الكلام ده كيف؟ والكلام ده ما جديد، ده ذات الودة أبصلعة ده، ده ما جابه من راسه، ما مجدد، عامل كده ساي لكن ما مجدد. جابه من وين؟ أرفع حسن مكي جيبه، جيب ده، ده اللي فيه حاجة آخر واحد، جيب المجلة دي أي، دي مجلة حسن مكي. ونحن كان التنظيمات الشوهاء الصماء البكماء العمياء دي، ناس الاخوان المسلمين جناح شنو وجناح حبر، والاخوان المسلمين جناح عبد الحي يوسف، وانصار سنه جناح اصلاح، وجناح مركز، وجناح صالح العالمين، وبيغادي مكتبه علميه وغيره. المفروض ده موقف كانوا كله مش يتعاون وما يتعاون، لا اي زول ينكر الكلام الكفري قالوه له امبارح، في حين انه لو ادك وزادوها تلقى الاخوان المسلمين ديل مسيره غاضبه في زياده اكياس الدكوه. تبا لكم ولا الدكوه بتاعتكم، ناس سبوا الرسول. وقال المتحدث التابع للترابي انه اعلم من الرسول، وانتوا قاعدين جايبين اناشيد ولم لكم نساوين، ها 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 ها. سبوا الرسول، مدحوا اليهود، سبوا عمر بن الخطاب، سبوا ابو هريره، سبوا عثمان بن عفان، وانتوا قاعدين يا سروريه ها ها ولا الهي. الله الله يخزيكم، الله يخزيكم. ده دي مجله الدستور سنة كم؟ انت قايل الجماعة ديل بيجي بحرش وساكت بتاع الساون ودارين يقطعوا الكهرباء، شغل ده ما كتم. مجلة الملتغى اكتوبر 16 الى 31 اكتوبر 1992 اهو دي، قال شنو احنا؟ حسن مكي ده ما ده ما ده ما ترابيلي صغير، ده حصحصة صغيرة. قال شنو؟ قال والله ده قال كلام كمان براو أخير الكادر بتاع امبارح ده في النقطة دي. الزول ده قال كلام عجيب. قال ونحن، دي بالصفحة رقم 9، ونحن نشكر الكنائس التي سعت إلى نشر المسيحية في جنوب السودان. قال بنشكر منو؟ الكفار أصحاب الكنائس. ونحن نشكر الكنائس التي سعت إلى نشر المسيحية في جنوب السودان لأنها جعلت هذه المنطقة جزءاً من الديانة الإبراهيمية. الجبهجية وأتباع الترابي عندهم وهم اسمه مشروع، وإن كان الأسماء نحن الآن ما حكمناها صح ولا غلط، لكن الوهم جاي قدام اسمه مشروع. قال الملة الإبراهيمية، وملة إبراهيم ده الدين الحق الحنيفية، لكن الوهم وين؟ في فهمهم الخاطئ للملة الإبراهيمية. كيف؟ قالوا ده يطبعوا القرآن، ده الشعبين والإنجيل والزبور كلهم في خلاف واحد، يسموه الكتاب الإبراهيمي التابع للملة الإبراهيمية. ده شعار رفعوا ناس الترابي وحسن مكي، عشان كده حسن مكي هنا قال نحن نشكر الكنائس. الكفار الكنائس ده المنون النصارى، النصارى ده الله في القرآن قال عنهم شنو؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ما حق الله الإنجيل والتوراة الموجودات الآن ما حقت الله، الله قال كتبوا بيدينهم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله بالكذب ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال أعود مرة أخرى إلى أن قال هناك قال المهم ده كلام كفري ما جابوا جديد. الود أبصلع تعول مبارح بعد ده قال شنو؟ قال عذاب القبر ونزول المسيح دي قضية فرعية جزئية عاملين لنا بها جوطة. هل عذاب القبر نعيمه ونزول عيسى بن مريم المسيح عليه الصلاة والسلام هل دي قضايا فرعية؟ بعدين دليلك شنو من القرآن؟ إنهم قضايا فرعية. انتم ما قلتوا قرآن بس وما عندكم علاقة بالقرآن، وحيجي الكلام ده قدام، لكن قرآن قرآن. ما الدليل من القرآن على أن نزول عيسى بن مريم المسيح وعذاب القبر ونعيمه قضية فرعية جزئية؟ أين الآية التي قالت إن هذه القضايا فرعية جزئية؟ وين؟
ما هم قالوا قرآن بس وين؟ إذا رجعنا للقرآن ربنا قال وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة لعلم للساعة، علم علامة على ظهور وعلى قرب ظهور الساعة يوم القيامة. الله قال كده، الله قال كده. تجعل كلام الله ده كله تجعله فرعي وجزئي وعامل لكم بها جوطة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري، وأوعى تقول لي ما تقول الحديث وما تقول البخاري، لأن الزول ده في كلامه جاب أحاديث كثيرة استدل بها. واحد جاب حديث لولا موضع لبنة وهو في البخاري. اثنين قال جاب حديث فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فإنما هي جمرة من نار فليأخذها أو لا يدعها. ثلاثة جاب حديث قال عن ابن مسعود، وقال ابن مسعود ده صحابي جليل، قال يعني زي ما بقولوا المسلمين يعني، قال عن ابن مسعود قال سمعت النبي، ده هو قال كده الشعبي، صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم، ما رأيتم معاوية ابن أبي سفيان في منبر إلا واقتلوه. هو في حديث زي ده، ده جابوا الشيعة اللي هم الشيوخ الكبار بتاعنا الشعبيين، والتراب اعترف بالكلام ده. أهو دي الوثيقة، أهو دي الوثيقة موجودة، لكن اختصارا للزمن. وجاب أحاديث كثيرة، جاب تاريخ قال معاوية بن أبي سفيان استبد بالسلطة، وقال معاوية بن سفيان نجر حديث، وقال معاوية بن سفيان قتل صحابة، ده كله كده. لكن الكلام ده هل في القرآن موجود؟ ما انتوا يا طلبة الشعبي قال أنا بس قرآن، تاني غير قرآن ما في حاجة، حديث كذب، الرسول كلامه كذب، الأسانيد قال كلها ما مقتنع بها، قال ولا ما قال. طيب دارين آية من القرآن استند عليها الشعبي ده إنه معاوية استبد بالسلطة، معاوية رضي الله عنه نجر حديث، دارين دليل من القرآن؟ عشان تشوف النازل متناقضين كيف. بعدين النازل من أعظم تناقضهم، قالوا حتى القرآن ذاته قالوا ما نفهم يفهم بكر الصديق وعمر، ولا دارين التجربة بتاعت محمد ولا سيدنا محمد. والله زي ده قال ما دارين نعيد تجربة سيدنا محمد ولا تجربة أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، قال لأنه نحن الآن في تطور وحضارة، نحن الآن قال بنركب عربات و وقال ديك بيركبوا حمار وجمل في الجزيرة، جمل في الجزيرة العربية إلى آخر ما قال. طيب أول حاجة الكلام ده برضو كفر، لأن كونك ما قدرت تتخذ النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لك في أي زمن، مش القرن العشرين، القرن الثمانين ذاته، إلى حد يوم القيامة كده خالفت القرآن ذاته، لأنه ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وربنا قال عن الصالحين من قبلنا، قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. وربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. طيب قالوا ما دارين فهم الجماعة دي كلهم ولا الرسول ذاته للقرآن. هو شرح الآيات، نجر من رأسه الشرح، والتراب عنده تفسير كامل اسمه التفسير شنو؟ التوحيدي، وما عنده علاقة بالتوحيد. المهم انت بتقول ما داير تفسير الرسول للقرآن صلى الله عليه وسلم، ولا تفسير أبو بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أبو هريرة ولا 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 ابن عباس، ليه تلزمني بتفسيرك انت وعامل محاضرة 201 دقيقة بوين 59 ثانية؟ ليه؟ ما تسوال؟ انت قاعد تشرح القرآن انت، والطلبة لما يخشوا يردوا عليك بترد فهمهم وإن كان صحيح، وتثبت فهمك انت للقرآن وانت رافض حتى بيان النبي عليه الصلاة والسلام لآيات القرآن. وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم.